وينضم إلينا عبر الهاتف من دبي الكاتب والباحث السياسي ضرار بلهول الفلاسي. سيد ضرار، يعني معلومات جديدة حقيقة ومثيرة عن أكثر من 39 مؤسسة ومنظمة ما بين إعلامية وحقوقية تروج للفكر الإخواني بتمويل قطري في بريطانيا، ما تعليقك على ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم ومساء الخير عليك وحي أهلنا في البحرين، ويعني فرصة سعيدة أني أتكلم في الموضوع. أعتقد ما يحصل في قطر يعني عبارة عن تمويل لمنظمات وجمعيات إرهابية، ويعني أبسط مثال يعني نحن من ضمن البحث مؤسسة كرامة كل القائمين فيها يعني مطلوبين على قضايا أو لهم سوابق يعني يعني الهدف الآخر كل هذا الإجرام في الآخر هدفه كان واحد يعني تفكيك الوطن العربي يعني والإضرار بالوطن العربي والإضرار بالوحدة اللي سووه يعني فكر الإخوان المسلمين بالذات يعني اللي عملوه في دولة الإمارات، والحمد لله الإمارات وقفت في وجههم وكشفت حقيقتهم، ويعني ما زال حتى الآن احنا نشعر بخطورتهم. هم موجودين ما زالوا في لندن وفي تركيا ومنها يمارسون أعمالهم كما يقولون البلطجية يعني والإساءة لدولة الإمارات ورموز دولة الإمارات ودول الخليج أيضا. يعني ما في حد منقذ. السؤال اللي يطرح نفسه، قطر ماذا ستستفيد من هذا كله؟ لو أن قطر صرفت يعني 10% على البنية التحتية في قطر كان بإمكان قطر تحولت إلى جنة. نحن ما يبذله الحمد لله شيوخنا في الإمارات وفي البحرين هو العمل على الرخاء و يعني مستقبل المواطن في هذه الدول. ولكن ما قاموا به عن طريق هذه المنظمات وخاصة في بريطانيا، يعني بريطانيا كانت مقر لهم، يعني البحرين لم تنجو، أيضا تم تمويل بعض المنظمات التي تتبع لحزب الوفاق بهذا، وأساءوا في مرة إلى أعتقد أحد الشيوخ وهو أعتقد وزير الداخلية ما أدري المسؤول عن الأمن في البحرين، يعني بصفة متكررة، ونفس الشخص أصلا الذي أساء للواء العسيري في بريطانيا هو من أساء لمعالي الدكتور أنور قرقاش. فيعني هذه ماشيين في منهجية تسيء إلى دول الخليج، ولا نعرف متى ستفيق قطر من هذه البلطجة اللي عايشينها. يعني نعم، من دبي الكاتب والباحث السياسي ضرار بلهول الفلاسي، شكرا جزيلا لك.